لك اسبوعين رايح بتضيع عند اهلك وما بعد مكتوب تحدد فيه موعد كتب كتاب. لا انا رحت والمكتوب تركوه. عمي 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 المكتب، انا رحت على البلد واجتمعت انا واهلي وحددنا كتب الكتاب، بس تعي نتجوز قبل ما نكتب الكتاب. شكلك مستعجل. معلوم مستعجل ابوس ايديك. عمي طيب عمي والبوسطجي، شوفي البوسطجي. طيب طيب يا غوال. بابا 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 اترك الورق وتعال لهون. ايه عمي؟ طيب طيب يا بابا انا جاي حالك. ايه اترك الورق وتعال لهون بابا. المكتوب، المكتوب اللي مكتوب على الجيبين لازم تشوفه العين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا غوار افندي. اهلا وسهلا. كيف صحة ربك؟ تفضل تفضل شرف. طلبتي له قهوه لغوار يا بابا؟ طبعا. طلبتي له قهوه؟ طبعا. اهلا وسهلا. انا عن اذنكم بدي استاذن شوي منكم قبل ما اتفرغ لكم، وبدي اتصفح الرسائل شوي. لا عمي دخيلك بتخرب بيتي والله. بخرب بيتك؟ بقصد يعني انه موضوعي انا وسلوى اهم بكثير من المكاتب والرسائل. اتركهم انت كاميها. طبعا يا بابا موضوعي انا وغوار اهم. ممكن تقعد معنا شوي وتحكي معنا؟ طيب يا بابا تكرم دقنك ودقن غوار. غوار؟ نعم. شو لساته المكاتيب شغلين بالا؟ لا ابدا، انا شفت ناموسه هون اجت لبين المكاتيب عم بمعسى. انا ما صدقت امتى عمي امون من وشي. انا بعرف انت خايف لبابا يرجع يقراهم، ما هيك؟ ايه عمي اخذ المكاتيب وتحطهم على المكتب من وشنا هنيك. لا لا ما في داعي، احكي لي رايك وانا هلا بتفرغ لكم تماما، كلي معكم. عمي ما بعرف بحكي والمكاتيب هيك محطوطه بخلقتي، خليني اخذهم وحطهم جوا. لا 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 بسيطه. طيب ها وهي انا راح احطهم بجيبتي، احكي لشوف هدي افكارك وطمن بالك واحكي شوي شوي، هدي اعصابك. هات لنشوف شو رايك يا غوار. انا عمي رايي انه ايوه انه رايك. طبعا رايك، لانه نحن بتعرف بيهمنا رايك كثير. والله عمي انا رايي انه كل شيء، رايي انه كل شيء خلص انتهى. انتهى؟ ايه هيك قصدك يعني؟ انتهى الحمد لله على عال عال على خير وبركه يعني. عال عال عال. شبك شبك يا غوار، شبك عم تدور كثير. ما في شيء عمي. اي هاي يا رشدي. خير خير يا غوار. خير ان شاء الله. شبك ما بعرف شو صاير معي، شو اسمه روماتيزم، ما عم بحسن بقعد على هي، قوم اقعد هنيك عمي احسن لي. طيب طيب ما في مانع. تفضل. امي بابا عادي هون محله. يا الله. لكن قلت لي انتهى، ما هي غوار؟ على خير وبركه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب والموعد؟ الموعد حددناه على اساس امبارح، هويت امبارح هذيك اليوم. لا السبت الجمعه، يوم الخميس. خميس؟ خميس كتب الكتاب. اما بده يكون يوم مشهود، بدي اشوف الوجوه يلي تنكرت لي بسرعه البرق. الحقيقه يا بابا انه خلال هاليومين اللي تركت فيهم الشركه شفت العجائب والغرائب. اتصوري انه سكرتيري الوحيد اللي كنت دائما بجانبه واللي رفعته واللي ساعدت له بزياده راتبه ومعاشه، اتصوري اول انسان تنكر لي، ما قبل يودعني وما عم يتنازل يشرف يزورني ببيتي، وقاعد عم يحكي علي كلام طالع نازل. يا عيب الشوم يا عم، يا عيب الشوم عليه. هذا ابن البرزان قليل اصل، كل بيت البرزان هيك. صحيح. انا ما اكون محله كنت قدمت استقالتي وما ضليت بعدك قاعد بالشركه ولا ساعه واحده، بس منين الاصل؟ الله يبارك فيك يا غوار. الله يحفظك. الحقيقه انا مقدر نبلك وطيبتك، وبعدين المخلصين امثالك نادرين بهالايام كثير. والله يا عمي لما قريت خبر الاستقالة بالجريدة رأسا ركبت واجيت لهون مشان نكتب الكتاب لحتى ما حدا يفسر تفسيرات ويقول انه لانه استقال وابدوا البنت. والله انت قلبك طيب يا غوار، ولولا هيك انا من الاصل ما بوافق على زواجك من بنتي. والله يا عمي انا هيك تربيت، مثل ما بيقول المثل الاستقامة. ايوه الاستقامة. ايوه عين الكرامة. صحيح فعلا عين الكرامة. ايوه شو حتعمل بحسني افندي؟ بكره بتشوفوا شو راح بعمل بحسني افندي بسكرتير وبامثاله من المزيفين والغشاشين. يا ربي يحمينا. انا عمي بستغرب انه هالزلمه هذا شلون طلع قليل اصل، شلون في بهالايام وبهيك ناس قليلين وفا بهالشكلات. بسيطه يا غوار بسيطه. والله انا كلبي بوبي مثال الوفاء. ايه انا كمان مثل الكلب تبعك بوبي، انا وفي مثل حكايته، بس هو بيعوي انا ما بعرف عوي. ما تطلع معي او ما تطلع معي او هاي القهوه.
لا والله يا بابا ابدا ما بصير، الضيف بالاول. لا عمي انت اول. ابدا ولو يا ابني ما بصير. بصير لك عمي. يا ابني ما بصير، الله يرضى عليك، الضيف بالاول. شرف، يسلموا يديك يا بابا، تفضل تفضل. شكرا. يبعث لي حمه، يبعث لي حمه تجيني، يبعث لي حمه وجدري وسعلي شهاء ان شاء الله وكرساح، يبعث لي ضربه، يبعث لي داء، يبعث لي سل. ليش هيك عملت غوار؟ بسيطة، لا تزعل لا تزعل، معلش. اسلحوا عمي الجاكيت لحتى اخذه نظف لك يا. لا ولو يا غوار، شو وظيفتي انا هون بالبيت؟ والله ما حدا بنظف جاكيت عمي غيري، يبعث لي حمى وضربة. طيب خلص، طول بالك. لا لا طول بالك، لا انت ولا هي. هلا من نادي للآزم بياخذوا على المصبغة. تعا يا سعيد. تعا يا سعيد. تعا يا ابني الله يرضى عليك، خذ هالجاكيت، خذه على المصبغة، خليهم ينظفوه بسرعة. ما له شيء. وين يا غوار؟ المكتوب على الجديد، المكاتيب. لا لا لا، معلش معلش، هات هالجاكيت يا ابني، هات هات لهون. خدي يا بابا، خدي هالمكاتيب وهي المفاتيح كمان، حطي لي اياهم بدرج المكتب واقفلي عليه. حاضر. يلا اشوف، لا تطول، الله يرضى عليك. كان قلت لي قريبا رح تتزوج، ما هي؟ ان شاء الله. قوم روح لعندها شوي عمو، بركي بتكون ذا خلقه. لا. نعم نعم. وين رايح؟ عم تنادي لي. لا، عم تنادي لبوبي. يمكن انا بوبي اللي تقصد. لا يا اخي لا، هي ربما تسميك اسم دلع، بس يعني ما راح يكون على اي حال بوبي. هذا من سوء حظي يا عمي. شو عملت يا غوار؟ رحت عم بضحك بابا. تعي اسمعي يا بنتي، تعي اسمعي خطيبك. بابا يمكن انت رشحت لانك شلحت الجاكيت. عمي لازم تحافظ على صحتك، قوم البس. فعلا هو لازم البس انا جاكيتي الثاني، لانه بجوز اخذت شويه برد. انا لازمكم دقيقه. تفضل. سلوى. نعم. يب لك شو ها؟ مفاتيح. لك هاي السنسلي الماس لمأذان؟ لا عادية، معدن. معدن، فرجيني. تفضل. عشتا فظيعة، شي غريب. شو؟ لا مو السنسلي، بقصد المفاتيح. شبه مفاتيح عادية. عاديين، بس شلون بتعرفي انه انو مفتاح مثلا لانو درج؟ بسيطة كثير. من ايش؟ من سنانو. ليش قديش عمرهم هدول؟ سنانو. يعني بقصد شلون بتعرفي انه هاد للدرج هداك، هاد للدرج هداك، هاد للدرج هداك، هاد لدرج المكاتيب اللي حاطة فيه المكاتيب؟ بسيطة كتير، بعرفهم من سنانو. بقدر بعرف كيف مفتاح. يا لطيف، شو ذكية، يحرق حريشك يا سلوى. لأنه بتعرفي ليش؟ ليش؟ لما انفتي لتحطي المكاتيب ما غبتي لحظة عرفتي أنه مفتاح لأنه درج. أنا ما كون بدي شي ثلاث ساعات يمكن أنا أعرف أنه مفتاح لأنه درج. صحيح؟ إيه. سلوى؟ نعم. تلعبي لعبية؟ أي لعبية؟ بتعطيني المفاتيح. إيه. وفوت لجوا وبتشوفي قديش بدي وقت لأعرف أنه المفتاح تبع درج المكاتيب. عظيم. إيه؟ أوكي. إيه بس أنا باعتبار لسه ما بعرفه، أرجيني إياه شوي صغيرة المفتاح. طيب. لا يا ابي انا زعلت. ليه؟ هيك زعلت. طيب حاضر، ارجيني اياه كمان مره، ما شفت شيء لسه. ارجيني اياه وردي خربطيون. مرشدك اصلا مرتي. زعلت. ايه هات يوم بقى. انا الحفوت هلا. طيب انا راح اعد للعشره. لا سلوى، بوس ايدك، عدي لعند العشرين. طيب حاضر، للعشرين. للعشرين وبعدين شو بدك تعملي بعدين؟ بعدين فوت لعندك ركض. إيه؟ إذا لقيتك عرفت الدرج بيكون عظيم. إيه بس ما بتعدي قبل ما أصل. ها طيب ما يدعي. إيه يلا خاطر. واحد اثنين ثلاثة اثنين ثلاثة سلوى من الأول. واحد خربطي خربطي ثلاثة اثنين. سلوى الله يوفقك، الله لا يوقفك هالوقفة الذليلة إن شاء الله. ليلي على شو اسمه، على أنو درج، بس ليلي مادة من مواد الامتحان.
معلش الله لا يوقفك الوقفة الذليلة. طيب نرجع للصالة. طيب أربعة وشت خمسة لك وشت ستة اثنين خمسة ثلاثة لك وشت بوبي لك روح بوبي لك روح لك بوبي روح يحري حريشك منها لك بوبي تبوس ايدك لك روح لك عشرة لك سلوى بوبي بوبي يخرب بيته بوبي اخذ مفاتيح تبع الدرج وهرب على جنينه بوبي بوس ايدك بوبي بوبي نحن كلاب على بعضنا تعال بوبي بوس ايدك تشكل قاسي تكفلني بوبي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.